بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط بمدارس دار الثقافة الأهلية قسم الدراسات الاجتماعية في شرح الدرس السابع بعنوان شكل الأرض. أبنائي الطلاب، عناصر الدرس الرئيسة اللي تناولها من الشرح: الوحدة الثانية بعنوان الكون والأرض، درس اليوم الدرس السابع شكل الأرض. أولاً تعريف كوكب الأرض، أبعاد الأرض. أبناء الطلاب، هنتكلم عن القطر الاستوائي ومفهوم القطر الاستوائي وطول القطر الاستوائي، نتكلم عن القطر القطبي ومفهومه وطول القطر القطبي وشكل الأرض الكامل الغير كامل الاستدارة. ليه الأرض شكلها كروي ليس بدائرة؟ ده هو محور درس اليوم. أبنائي الطلاب، أولا شكل الأرض، ما تعريف كوكب الأرض؟ أبنائي الطلاب، في الماضي البعيد لم يكن باستطاعة الإنسان رؤية أكثر مما يصل إليه بصره. يعني الإنسان في الماضي، في البدايات، الإنسان لم يكن لديه من الأدوات اللي تمكنه أن يرى شكل الأرض، كان يعتمد فقط على ما يصل إليه بصره يعني عينه، ويقع في محيط بيئته، كل اللي حواليه، بس هو بيشوف اللي حواليه فقط، فهو يتنقل. ولكن الإنسان أدرك أنه يتنقل على أرض تبدو له منبسطة ولا يظهر له أي انحناء في سطحها. الإنسان في البداية لاحظ أنه كل ما يمشي من مكان إلى آخر شايف أرض مستوية منبسطة ما في انحناءات فيها ولا يظهر له أي انحناء. وسبب ذلك، السبب الأساسي اللي خلى الإنسان في البداية لا يدرك أن الأرض كروية، أن ما يراه الإنسان من مساحة الأرض وهو سائر عليها صغير جدا بالنسبة لمساحتها الحقيقية. علل لماذا لم يدرك الإنسان في الماضي كروية الأرض؟ لأن ما يراه الإنسان من مساحة الأرض وهو سائر عليها صغير جدا بالنسبة لمساحتها الحقيقية، ولذا لم يتمكن الإنسان قديما من أن يرى صورة شكل الأرض. الإنسان لم يرى شكل الأرض في الماضي لأنه لا يرى إلا مساحة صغيرة. أما في الوقت الحاضر حاليا، فقد هيأ الله تعالى للإنسان وسائل العلم والتطور، فرأى صورة الأرض بشكلها البيضاوي، وتحقق لرواد الفضاء رؤية ذلك بشكل مباشر بعد أن صعدوا إلى الفضاء الخارجي. إذن بعد ما الإنسان تمكن بالصعود إلى الفضاء على المركبة الفضائية ديسكفري، كان تمكن الإنسان من رؤية كروية الأرض وشكلها البيضاوي بشكل مباشر. أيضا من بين أولئك الرواد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أول رائد فضاء عربي مسلم. أيضا أبنائي، كان العلماء المسلمين منذ عدة قرون آراء تثبت كروية الأرض، وفسروا الآيات القرآنية بوضوح للدلالة على ذلك. أبنائي الطلاب، آدي أبناء الطلاب الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عام 1405، وأول رائد فضاء مسلم عربي. دي كواكب المجموعة الشمسية وأحجامها، الأرض في المركز الخامس أبناء الطلاب، المركز الأول المشتري، المركز الأول المشتري زحل، أورانوس، نبتون، الأرض المركز الخامس. أبنائي الطلاب نكمل. أبعاد الأرض، الأرض لها بعدين، هل شكل الأرض يدل على أنها كاملة الاستدارة بهذا الشكل؟ لا طبعا أبناء الطلاب. أولا الأرض لها بعدين، قطر بنسميه القطر القطبي، ده أبناء الطلاب اللي عليه الخط الأسود ده أبنائي، تاني مرة، ده اسمه القطر القطبي، ده اسمه القطر القطبي. يصل أولا طول القطر القطبي ده اللي هو يصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ده القطر القطبي، كم يصل طوله؟
تم مقياسه، أو بمعنى أصح تاني، أبعد نقطة في الشمال إلى أبعد نقطة في الجنوب في الأرض من الشمال إلى الجنوب وجدوا طولها 12714 كيلومتر. يلحظ أن طول القطر القطبي للأرض اللي هو بنسميه محور الأرض اللي بتدور حواليه يبلغ 12714 كيلو، وأن ده طول القطر القطبي. طيب القطر الآخر، إذن القطر القطبي 12714، أما القطر الآخر هذا القطر أبناء الطلاب ده تاني هو ده بنسميه القطر الاستوائي، ده بنسميه القطر الاستوائي. القطر الاستوائي أو بمعنى أصح أبعد نقطتين بين الشرق والغرب، وجد أن طول القطر الاستوائي يبلغ 12757 كيلومتر. إذن أبعاد الأرض ليست متساوية، فبالتالي لو كانت أبعاد الأرض متساوية كان شكل الأرض كرة كاملة الاستدارة. لكن الفرق بين القطر الاستوائي والقطر القطبي حوالي 43 كيلومتر، فبالتالي أدى إلى أن الكرة الأرضية أصبحت منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين، يعني شكلها كروي غير كامل الاستدارة، منبعجة عند الاستواء ومفلطحة عند القطبين. يبقى إذن هناك فرق بين القطر الاستوائي 12757 أكبر، القطر القطبي 12714. لو طرحنا الاثنين من بعض هنلاقي في فرق 43 كيلومتر. 43 كيلومتر أدى إلى أن شكل الأرض غير كامل الاستدارة، فهي منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين، بمعنى أصح بيضاوية. أيضا تقدر مساحة الأرض نحو 510 مليون كيلومتر مربع. إذا مساحة المملكة، مساحة سطح الأرض بأكملها يابس وماء 510 مليون كيلومتر. التعريف: أولا القطر القطبي، آدي أبناء الطلاب مرة ثانية، معذرة هنشوف القطر القطبي. آدي القطر القطبي أبنائي، آدي القطر القطبي أهو. القطر القطبي هو الخط الوهمي المستقيم، أهو خط وهمي مستقيم الواصل بين القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، والمار بمركز الأرض. أهو يبقى ده القطب ده اسمه إيه؟ القطر القطبي، خط وهمي مستقيم واصل بين القطبين، مار بمركز الأرض. أما القطر الاستوائي ده أبناء الطلاب هو خط وهمي مستقيم واصل بين أبعد نقطتين على خط الاستواء ومار بمركز الأرض. يبقى مرة أخرى، ما الفرق بين القطر القطبي والقطر الاستوائي؟ القطر القطبي الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز الأرض، أما القطر الاستوائي هو الخط الوهمي المستقيم الواصل بين أبعد نقطتين على خط الاستواء والمار بمركز الأرض. أبنائي وصلنا إلى تقويم الدرس. السؤال الأول: يضع الطلبة علامة صح أو خطأ أمام العبارات الصحيحة التالية أو العبارات الخاطئة. شكل الأرض كامل الاستدارة، هل الأرض كاملة الاستدارة؟ أحسنتم بارك الله فيكم، طبعا لا، الإجابة خاطئة، لأن الأرض أبعادها غير متساوية، فبالتالي شكل الأرض كروي غير كامل الاستدارة، لأن القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي ب 43 كيلومتر. أبعاد الأرض متساوية؟ استحالة، لأن القطر الاستوائي كما سبق أن ذكرنا 12757، القطر القطبي 12714، في فرق كبير جدا بينهم. جيم: يمتد محور الأرض القطبي من الشمال إلى الجنوب. محور الأرض القطبي من الشمال إلى الجنوب، إجابة صحيحة، من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. دال: القطر الاستوائي هو خط وهمي مستقيم يصل بين أبعد نقطتين على خط الاستواء ومر مركز الأرض، أيضا إجابة صحيحة. السؤال الثاني: أبناء الطلاب، ما تعريف القطر القطبي؟ أبناء الطلاب هو خط وهمي مستقيم واصل بين القطبين ومار بمركز الأرض، اللي بنسميه محور الأرض. إذن القطر القطبي هو خط وهمي مستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز الأرض.
يدون الطلبة على الشكل محور الأرض القطبي ومحور الأرض الاستوائي. أبنائي الطلاب، هذه محور الأرض القطبي اللي هو الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز الأرض، وده أبنائي الطلاب القطر الاستوائي اللي يبلغ طوله 12,757، أما القطر القطبي 12,714. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من شرح الدرس. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.